في نشرة الأخبار من ليبيا الحدث والبداية بالعناوين. انطلاق القمة البرلمانية العربية والأفريقية في شرم الشيخ المصرية. وكتلة السيادة بالنواب، العقوبات على رئيس مجلس النواب تعد خرقا لحقوق الإنسان. وميليشيات المسلحة تقتحم مقر مصلحة الأحوال المدنية في طرابلس. انطلقت مساء أمس الجلسة الافتتاحية المشتركة بين البرلمان العربي والأفريقي في مدينة شرم الشيخ المصرية بحضور رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والوفد المرافق له. هذا وحملت القمة العربية الأفريقية شعار التضامن الشعبي العربي الأفريقي ودور البرلمانات بمبادرة من البرلمان العربي بالتنسيق مع برلمان عموم أفريقيا ومجلس النواب المصري. هذا وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري خلال كلمته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي تأكيد مصر على دعمها للاتفاق السياسي الليبي وضرورة رفع حظر تسليح الجيش الليبي لدعمه في مكافحة الإرهاب، فضلا عن اهتمام مصر والدول العربية والأفريقية بأمن واستقرار ليبيا. من جهته ثمن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الدور الذي لعبته مصر لمساعدة الشعب الليبي خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه ليس بجديد على مصر وشعبها. وقال المستشار صالح أن العلاقة بين ليبيا ومصر علاقة جوار وعلاقة تاريخية لا تغيرها الظروف أو الزمن. وأشار رئيس مجلس النواب إلى أهمية دور القوات المسلحة المصرية الباسلة، مشيرا إلى أنها الحصن الحصين والصخرة التي تحطمت عليها كل المؤامرات التي استهدفت الوطن العربي. دعا رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة جميع الشباب المنضمين للميليشيات المسلحة في المنطقة الممتدة من مدينة الزاوية وحتى راس جدير غربا بضرورة التخلي عنها وترك السلاح، مضيفا أن القوات المسلحة ستضم الراغبين منها للالتحاق بها، كما ستعمل على توفير فرص للعمل المدني والدراسة ودعم النشاطات الاقتصادية والصناعية. من جهته أصدر مجلس النواب بيانا يطالب فيه الأشخاص المنضوين في التشكيلات المسلحة ضرورة الالتحاق بالجيش الوطني وفقا للوائح المعمول بها. إلى أبنائنا المنضمين تحت التشكيلات المسلحة، في ظل سعي مجلس النواب إلى لمامة جراح الوطن وبناء دولة موسات وتوفير الحياة الكريمة للمواطن وضمان مستقبل شباب الوطن الذي يعتبر ركيزته في بنائه من جديد، وحيث أن التمترس خلف السلاح خارج المؤسسة العسكرية يعد جريمة يعاقب عليها القانون ولا يؤمن المستقبل، وحيث أن مجلس النواب أصدر قانون العفو العام والذي يسري على الجميع بدون استثناء، وتوقف الملاحقات القانونية إلا لمن ارتكب جرما يحاسب عنه القانون. عليه يطلب المجلس من أبنائه المنطوين تحت التشكيلات المسلحة الآتي: الالتحاق بالمؤسسة العسكرية لمن أراد ذلك وفقا للوائح المعمول بها. ستراعى ظروف من لا يريد الالتحاق من حيث مرتباته لضمان مصدر دخل له ولأسرته إلى حين توفير فرصة عمل مناسبة له. والمجلس وهو يصدر هذا البيان على ثقة تامة في شباب هذا الوطن للمساهمة في بنائه والوقوف ضد ما يحاك له من دسائس وأطماع خارجية. عاشت ليبيا حرة أبية. أكدت كتلة السيادة الوطنية في بيان لها أن العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح هي بمثابة اعتداء على كل النواب بالمجلس والشعب الليبي وخرقا لجميع القوانين والأعراف. هذا وأعربت كتلة السيادة عن دهشتها من قرارات الاتحاد التي وصفتها بالظالمة والقاضية بتجديد العقوبات على رئيس مجلس النواب، والتي قالت الكتلة في بيانها أنه تنم عن التحيز وتفتقر لبعد النظر. وأهابت كتلة السيادة بجميع دول الاتحاد الأوروبي أن تراجع ما وصفته بالقرار المتسرع حتى لا يكون مثلا لقرارات أخرى تخترق حقوق الإنسان وتؤطر لديمقراطية واهية تتمسك بالشكل دون المضمون. أعلنت وزارة الاقتصاد في الحكومة المؤقتة عن رفع الدعم الكلي للسلع التموينية الأساسية ب
بنسبة 100%. وأوضح القرار الذي نشرته وكالة الأنباء الليبية ويحمل الرقم 108 أن اعتماد أسعار بيع السلع التموينية المباعة عن طريق صندوق موازنة الأسعار لصالح قنوات التوزيع الجمعيات الاستهلاكية وكذلك سعر بيعها من الجمعيات إلى المستهلك. هذا وهبت الوزارة للمواطنين بضرورة مراجعة جمعياتهم لاستلام الحصة المقررة من السلع بصفة شهرية حسب الأسعار المقررة وفق هذا القرار. وفي ذات السياق نفت الحكومة المؤقتة عبر صفحتها الرسمية على صفحات التواصل الاجتماعي أن تكون قد اتخذت أي القرار بخصوص رفع الدعم عن السلع التموينية. اقتحمت بعض الميليشيات المسلحة مقر الإدارة العامة لمصلحة الأحوال المدنية بالعاصمة طرابلس، اقتحمتها بقوة السلاح. وأفادت مصادر مطلعة أن المسلحين قاموا بالاعتداء على عدد من الموظفين والإداريين بالمصلحة أثناء أدائهم لأعمالهم اليومية وتقديم الخدمات للمواطنين. يأتي ذلك في ظل الفوضى الأمنية التي تعيشها العاصمة طرابلس لسيطرة الميليشيات المسلحة والعصابات الإجرامية على الأوضاع الأمنية بها. أصدر ما يسمى بتنظيم القاعدة الإرهابي في شمال أفريقيا شريط فيديو دعا فيه زعيمه الإرهابي المكنى بأبي مصعب الودود الليبيين للمسارعة في دفع ما وصفها بالمكائد والفتن عن مدينة بنغازي. وأضاف أن ويلات الحصار في منطقة جنفودة تتطلب مبادرة لإنقاذ من في المنطقة، لا سيما بعد رؤية ما وصفه بتواطؤ المجتمع الدولي وتكالب ما وصفها بأحزاب المكر والخراب. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. بالرغم من الخسائر الكبيرة التي تكبدوها تنظيم القاعدة في ليبيا، إلا أنها تحتفظ بشبكة من المجموعات المتحالفة معها في البلاد والتي تجمع مواردها مع منظمات أخرى داخل ليبيا كتنظيم داعش ومجلس الشورى الثوار وغيرها من الجماعات المسلحة. تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي ينشر فيديو يوضح فيه تهديده الصريح إلى قوات جيشه وإلى العملية العسكرية التي انطلقت في مدينة بنغازي. إخراج هذا الإصدار أريد به تحقيق تطور مرحلي في إفشال الدولة اعتمادا على مجموعات سياسية من أجل تحشيد دعم سياسي لبرنامج وخطط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي كافة وليبيا خاصة. فإذا كان أوباما المرتد عن دين أبيه وساركوزي اليهودي وكاميرون النصراني قد جعلوا لأنفسهم الحق في أن يدلوا بدلوهم ليحددوا نوع النظام الذي يجب أن يحكم ليبيا، فنسمع منهم يجب ويتعين ولابد ويلزم وغيرها من كلمات التكبر والترفع والتعالي التي لا تصدر إلا من آمر لمأموره أو سيد لعبده. فلا أحسب أن هناك من تثريب على أبي يحيى الليبي أن يكون ناصحا لأهله الذين يجمعهم به أخوة الإسلام ورابطة النسب. مع هذا الفيديو لا زالت العمليات العسكرية مستمرة في مدينة بنغازي، ولا زالت القوات المسلحة تحاصر تلك الجماعات الإرهابية وقطع الطريق وسبل الإمداد لها، مما جعلهم يخرجون في إصداراتهم المرئية يوضحون بأن خسارتهم أصبحت قريبة جدا في شرق ليبيا. لن نرضى بنتائج مؤتمراتكم، ولن نسكت عن مؤامراتكم، ولن تمروا إلى أهلنا وثرواتنا إلا على أشلائنا، فنحن قوم لا نستسلم، ننتصر أو نموت. فيا شعبنا المسلم الأبي في ليبيا، يا من أكرمكم الله بالنصر على الطاغية القذافي وأحيا بكم أمل العزة في صدور أمتكم عامة وجيرانكم وإخوانكم في المغرب الإسلامي خاصة، إياكم أن تتركوا سلاحكم أو تنشغلوا ببعضكم. القيادة العامة للجيش الليبي لم تبدي أي اهتمام على هذه التصريحات الإرهابية، وأن الأمر لا يشكل شيئا، بل كان الرد من أول انطلاقة عملية كرامة أن الإرهاب سينتهي في ليبيا وأن من يواجهنا بالسلاح ستكون نهايته بالدفن تحت هذا التراب. وبالعودة مشاهدينا إلى خبر الهجوم على مصلحة الأحوال المدنية، ينضم إلي السيد راشد الصيطي النائب الثاني لرئيس مصلحة الأحوال المدنية. بداية أهلا وسهلا بك سيد راشد. سيد راشد إذا كنت تسمعني. أسمعك جيدا. سيد راشد، هذه ربما ليست المرة الأولى لتتعرض فيها المصلحة في طرابلس إلى هجوم مسلح
لكن ضعنا في تفاصيل هذه الحادثة، وتعتبر تحول ربما خطير في سلوك الميليشيات في طرابلس. في الحقيقة أخي مصباح، الآن تلقينا خبر مؤسف جدا وفاجعة من الفواجع التي تتعرض لها مصلحة الأحوال المدنية. منذ قليل سمعنا بوفاة الأخ العزيز السيد الصديق الحاجي رئيس مصلحة الأحوال المدنية المكلف، توفي متأثرا بجراحه بعد الاعتداء عليه ظهر أمس اثنين من قبل ميليشيات مسلحة تنتسب إلى لجنة الترتيبات الأمنية التابعة لمجلس الرئاسي الموجود في طرابلس. نعم. هذه الاعتداءات المتكررة نحن نعلم جيدا أسبابها، وأكثر مسبباتها هو السيطرة على قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية وتغيير الأمن الديمغرافي لليبيا كما حدث في العراق ويحدث الآن في سوريا. نحن بحمد الله نقف سدا منيعا ضد هذه التغيرات، ودائما وأبدا نقدم التضحيات لأجل المحافظة على الهوية الوطنية. أنا أحمل المسؤولية بطريقة مباشرة لأعضاء المجلس الرئاسي جميعا وعلى رأسهم سيد السراج. نعم. هذه الفوضى العارمة في طرابلس تأتي على حساب موظفي مصلحة الأحوال المدنية. الآن نتعرض منذ حوالي عام إلى الخطف والقتل والإخفاء القسري باستمرار لسبب رئيسي وهو حفاظنا على الهوية الوطنية. طيب ماذا عن في المحافظة على الهوية الوطنية، وسنستمر في عملنا هذا لأن هذا هو اختصاصنا الأصيل وهذا هو حقنا الذي يكفله لنا القانون. نحن كإدارة مصلحة الأحوال المدنية نعلن أن هذه المؤسسة في منأى عن التجاذبات السياسية ولكنها متحاكمة للقانون. لن نسمح لأي جهة من الجهات سواء كان الجهات المؤدلجة من الإخوان المسلمين والمقاتلة وغيرهم من هؤلاء الشذاذ الذين منذ سنة 2013 يتربصون بمصلحة الأحوال المدنية، لن نسمح لهم بالعبث بالهوية الوطنية. ونحن بإذن الله مستمرون في مسيرتنا، والسيد السراج عليه أن ينسحب من المشهد لأنه أصبح شخص هزيل جدا جدا. يعني جميع هذه الأمور التي تحدث في طرابلس من مسؤوليته ومن معه من أعضاء هذا المجلس المتهاوي، المجلس الذي حقيقة يدعو إلى الإشمئزاز. الأخوان المسلمون والمقاتلة لن نسمح لكم بالعبث بالهوية الوطنية، والله الذي لا إله غيره. بإذن الله سنحافظ بطريقة مباشرة وبطريقة قانونية أن نكون دائما محافظين على قاعدة بيانات الأسرة الليبية. هذا العمل ليس الأول أخي مصباح. نعم. طيب سيد نعم، وهذه سلسلة من الهجمات تكررت في العديد من المناسبات. طيب سيد راشد دعني نعم، أصحاب الأيديولوجيات موجودين في طرابلس وهذه الاعتداءات تتكرر. القتل لم يكن الأول، قتل الكثير من زملائنا. الخطف والاعتداء على المصلحة بالسلاح منذ وجود الميليشيات المسلحة في طرابلس وهذه الاعتداءات تتكرر. أدعو الجميع الابتعاد عن مصلحة الأحوال المدنية. طيب. مصلحة الأحوال المدنية في منأى عن هذه التجاذبات. نعم. طيب سيد راشد دعني أسألك عن صحة من أصيب مع السيد النحيسي رحمه الله. هنالك شخصية أخرى ربما السيد قرضاب. نعم. صحة الآن الاثنين أصيبوا ظهر أمس. السيد صديق النحيسي توفاه الله عز وجل منذ نصف ساعة مضت. معه الزميل عمر قرضاب. نعم. رئيس مكتب الشؤون السرية في المصلحة، الآن لا يزال في العناية المركزة في تونس. اليوم الاثنين بمجهود شخصي من موظفي مصلحة الأحوال المدنية نقلوا إلى تونس ولكي يتلقوا العلاج. للأسف أحد الزملاء توفاه الله عز وجل، ونسأل الله السلامة للأخ عمر. هذا الأمر يعني في الحقيقة وضع المؤسسة في على المحك. نعم. أصبحنا يعني في أمر في وضع لا نحسد عليه. نقدم التضحيات ولكن لن نألو جهدا في المحافظة على سير العمل بالطريقة القانونية والمحافظة على الهوية الوطنية. طيب سيد راشد السؤال الأخير قبل أن نختم معك، بعد هذا الهجوم هل كان هنالك تعرض لأي معلومات داخل مصلحة الأحوال المدنية ربما والتحفظ عليها بعد هذا الهجوم؟ هل كان الغرض الهجوم فقط؟ نعم. أطمئن الجميع
جميع الترتيبات اللازمة في الحفاظ على 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 سرية المعلومات وعلى قاعدة البيانات في المؤسسة اتخذت منذ مدة من الزمن. نحن في هذه المؤسسة نشتغل بطريقة فنية وبطريقة علمية، لن نخطأ مثل الأخطاء التي وقع فيها غيرنا في العراق وفي سوريا وغيرها. هوية الوطن نحافظ عليها بقدر ما أوتينا من القوة، ولن نسمح لهؤلاء العابثين، هؤلاء الخونة، أن يعبثوا بقاعدة بيانات الأسرة الليبية. أخيرا أتمنى من القوات المسلحة أن تدخل وتطهر طرابلس من هذه الجهات التي عبثت في جميع مؤسسات ليبيا، والآن يعبثون بهوية المواطنين. نعم سيد راشد، القوات المسلحة تستعجل في الدخول لطرد هؤلاء الشباب. سيد راشد، تعزينا الحارة بطبيعة الحال إلى مصلحة الأحوال المدنية، وشكرا لك السيد راشد الصعيطي النائب الثاني لرئيس مصلحة الأحوال المدنية. مشاهدينا، نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل اختيار الضمان الاجتماعي الليبي نائبة لرئيس العمومية العربية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. أصدرت محكمة استئناف طرابلس الدائرة الجنائية قرارا بتأجيل محاكمة السعد القذافي في القضية المتهم فيها بقتل اللاعب بشير الرياني في طرابلس عام 2005، أجلت إلى 8 نوفمبر القادم. رحبت المؤسسة الوطنية للنفط الموحدة بانعقاد المؤتمر الدولي الأول لإعادة إعمار بنغازي، والذي سيشهد مشاركة بيوت الخبرة والشركات المحلية والعالمية والمراكز البحثية. وأكد رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الموحدة مصطفى صنعالله على دعمه التام للمؤتمر، كاشفا عن تقديم المؤسسة لمجموعة من المشاريع الكبرى التي ستكون إضافة لدورها الاقتصادي والتنموي وأيقونات معمارية تضفي جمالية على المدينة وفق أرقى وأحدث المعايير العالمية. احتجز جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بلدية الساحل فرع طلميثة، احتجز 9 مهاجرين غير شرعيين كانوا قد دخلوا الأراضي الليبية بطريقة غير مشروعة. وقال رئيس القسم أن المضبوطين ألقي القبض عليهم في بلدة الحنية، مبينا أنهم دخلوا الأراضي الليبية لغرض العمل، موضحا أنه فور إلقاء القبض عليهم أجرى القسم عبر الهلال الأحمر الليبي فرع توكرة، وهي الجهة المتعاونة مع الجهاز، أجرى الكشف الطبي على المهاجرين. اليوم جايين زيارة للمقر الهجرة غير شرعية في طلميثة، وجايين معنا الدعم عن طريق الأمانة العامة بالدرجة الأولى وعن طريق الآي أو إم اللي تدعم فينا بصراحة، يعني هي تدعم فينا الآي أو إم وعن طريق الأمانة العامة طبعا الهلال الأحمر. واليوم جايين وهذه ثاني زيارة في فترة ممكن شهر هيك شهرين، هذه ثاني زيارة لنا خاطر زيارات الأولاد طبعا، وجايبين معنا طبعا مواد شخصيه اللي هن مواد تنظيف من معجون اسنان وشامبوات وصابون
ومناشف وفراشات وبطاطين ومخاد، وجايين اليوم زيارة هنا يعني. والحصار عم بشوفها كم لنا كم زيارة هنا للمقر. بصراحة يعني نشوفها في المعاملة من الناس اللي قايمة هنا عليهم العسكرية، معاملة جيدة ويعني بارك الله فيهم بصراحة، يعني ما قصرش في أي حاجة. يعني نشوفها في المعاملة برواحنا معاملة يعني جيدة بصراحة، حتى نسألوا نحن في الناس اللي قاعدة عندهم هنا المهاجرين ومن جميع الجنسيات طبعا، من السوريين، من مصريين، من الشادية، من سوادين، حتى من اثيوبيا، والفترة اللي فاتت كان حتى من فيهم نساء جو هناهي. يعني بصراحة نشوف المعاملة احنا عبارة عن حاجة واحدة هم اللي يشكو منها اللي هو النقص، من دورات مياه، من إضاءة، من مكيفات، من حاجات هذين، هذا اللي عندهم هم بالنسبة كمقر يعني للهجرة. تقدم مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التابعة للهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني حاتم العريبي اليوم الثلاثاء باستقالته من مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة. وأرجح العريبي في نص الاستقالة الذي تحصلت قناة ليبيا الحدث على نسخة منه أن استقالته تعود إلى عدم تمكنه من التوفيق بين مهمة الناطق الرسمي وإدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. وقال العريبي: رأينا من المناسب فسح المجال لشخصية أخرى تكلف بمهمة الناطق الرسمي. يذكر أن العريبي تولى مهام الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة في 6 أبريل عام 2015 خلفا لمحمد بزازة، وذلك طبقا لما جاء في قرار رئيس الوزراء رقم 189 لسنة 2015 بشكل تكليفي بمهام. نفذ الطيران الأمريكي 9 غارات استهدفت تمركزات تنظيم داعش الإرهابي في منطقة العمارات السكنية 656 وحي الجيزة البحرية في مدينة سرت. هذا وكانت القيادة الأمريكية في أفريقيا أفريكوم أعلنت أنها شنت عدد 175 غارة جوية على مدينة سرت منذ الأول من أغسطس إلى أواخر شهر سبتمبر الماضي. بحثت اللجنة المشكلة لتوفير الأدوية والمعدات الطبية برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري بعض المواضيع التي من شأنها المساهمة في توفير الأدوية والمعدات الطبية للمواطن، وذلك خلال اجتماع في مقر هيئة الرقابة الإدارية في مدينة البيضاء. ونوقش خلال الاجتماع موضوع توريد الأدوية والمعدات الطبية من قبل شركة المزدهرة لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية، والعرض المقدم من شركة ألفا لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية. الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع هو الثالث للجنة والتي تم تشكيلها بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس النواب لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية. قال الناطق باسم مديرية أمن المرج الملازم أول أحمد ضو المسماري أن عناصر البحث الجنائي تمكنوا من ضبط جنات قاموا بقتل شخص مصري الجنسية وجدت جثته ملقاة بجوار صالة البشرة للمناسبات في المدينة. وأضاف المسماري أنه بعد التحقيق مع جميع الوافدين من الجنسية المصرية الموجودين بالقرب من مكان الحادث تم التوصل إلى مجموعة داخل مدينة المرج لهم علاقة بالجريمة، مضيفا أنه بعد إجراء التحقيقات معهم اعترفوا على مجموعتين على علاقة بالجريمة الأولى في منطقة برسس والثانية في منطقة بنغازي، وقال رجال البحث الجنائي بالقبض عليهما. واتضح من خلال التحقيقات أن سبب القتل هو ثأر على المجني عليه في جمهورية مصر العربية، وأن الجنات أخذوا مقابل قتله مبلغ 50,000 جنيه مصري. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من المرج علي الرهقان. بداية أهلا بك علي، وضعنا في بقية تفاصيل من هذا الموضوع. نعم، بعد وجود الجثة بالقرب من صالة البشرة في المناسبات في المرج، قام رجال البحث الجنائي بالتحري عن الموضوع. رجال البحث الجنائي في المرج لديهم فائض كبير من أيام النظام السابق في مثل هذه الجرائم، تمكنوا من القبض على شخص من هؤلاء العصابة الذي أدل بعد التحقيقات معه أدل على باقي المجموعة التي تكون من 3 أشخاص آخرون كانوا قد هربوا إلى مدينة بنغازي. تم التعاون ما بين البحث الجنائي المرج والبحث الجنائي بنغازي وتم إلقاء القبض على المجموعة بكامل. يذكر أنهم قد حصلوا على مبلغ 50,000 دينار مصري مقابل الثأر.
التي تحدث في منطقة الصعيد في مصر. نعم، طيب ما هي الإجراءات التي ستتخذ؟ هل سيتم ترحيلهم، محاكمتهم هنا في ليبيا؟ ما هي الإجراءات التي تعتقد أنها ستتبع وحسب معلوماتك حول هذا الموضوع؟ حسب بعد الاتصال بالبحث الجنائي ومصادرنا هنا قالوا أن سيتم اتخاذ الإجراءات حسب ما تقوم به النيابة الليبية. إذا أجازت النيابة الليبية الحابس والحكم في قضية القتل بحسب أنها وقعت في الأراضي الليبية سيتم محاكمتهم هنا. أما إذا أجازت في ترحيلهم ومحاكمتهم في مصر سيتم ذلك. تعلم أيضا أن هناك اتفاقيات ما بين ليبيا ومصر على ترحيل السجناء والتعاون الأمني في بينهم. نعم، شكرا جزيلا لك علي الرهقان مراسلنا من المرج. اختير صندوق الضمان الاجتماعي الليبي نائبا لرئيس الجمعية العمومية العربية للضمان الاجتماعي على هامش الندوة القومية للتأمينات الاجتماعية للعاملين في قطاعي الزراعة والاقتصاد غير النظامي التي عقدت في بيروت. كما تم اختيار مدير مكتب العلاقات الدولية بصندوق الضمان الاجتماعي أحمد مسعود المشيطي نائبا لرئيس الجمعية العمومية العربية للضمان الاجتماعي. يذكر أن صندوق الضمان الاجتماعي شارك بوفد في هذه الندوة التي تركزت حول أهمية حماية العاملين في قطاعي الزراعة والاقتصاد غير النظامي ودور التشريعات في تحقيق الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الزراعي والاقتصادي غير النظامي. تمكن فريق الآثار الغارقة بمدينة سوسة بالكشف عن موقع أثري شرق مدينة سوسة بحوالي 10 كيلومترات تقريبا تكثر به جرار النقل المعروفة باسم الانفورمات متحطمة ومكدسة فوق بعضها البعض. جاء ذلك بعد إجراء مسح مكثف للمكان والتقاط الصور وأخذ إحداثيات الموقع وعمق المياه من قبل فريق البحث. أجرى رئيس قسم العظام بمركز طبرق الطبية الدكتور إبراهيم الفاخري 3 عمليات كبرى أحدها تعتبر الأولى من نوعها في ليبيا. وكانت العملية لسيدة في أواخر الأربعينيات تعرضت لإصابة في الرأس والكتف الذي تعرض لكسر نادر. كما أجريت عملية لمريض حصر له خلع في عظمة الترقوة في الكتف من الدرجة الرابعة وأجريت له 3 عمليات في جلسة واحدة. وآخر العمليات الحرجة كانت لشاب يبلغ من العمر 27 سنة حصل له خلع في الكتف كتف المفصل 7 مرات أنتج عنه قطع كامل للأربطة وحدوث تسطح وأجريت له عملية وهي الأولى من نوعها عبارة عن فصل الأوتار وقص لجزء من العظام. عقد بمدينة جالو الاجتماع التحضيري وللعام الدراسي الجديد بحضور مسؤول قطاع التربية والتعليم بجالو ومدراء المكاتب بديوان التعليم ومدراء المدارس إضافة إلى حضور عبيد بلدية جالو المكلف ومسؤول إدارة الخدمات المالية، حيث نوقش خلال الاجتماع أهم المشاكل والعراقيل التي تواجه العملية التعليمية خلال العام المقبل، وتطرق الحضور إلى سبل تقديم الدعم وتوفير النواقص التي تعاني منها بعض المدارس. كما جرى تأكيد على انطلاق العام الدراسي بالموعد المحدد من قبل وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة وهو 24 من شهر أكتوبر الجاري. طبعا نجتمع اليوم بالسيد مسؤول قطاع التربية والتعليم والسيد عميد بلدية جالو والسيد مراقب الخدمات المالية والسادة مدراء المدارس التعليم الأساسي والثانوي، وذلك في إطار وضع الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد. ومن خلال هذا الاجتماع تم الوقوف على تحديد العجز الذي قد يواجه العملية التعليمية أو يواجهنا في خلال هذا العام الدراسي ودراسة احتياجات المدارس من عقود النظافة وعقود سد العجز ومواد التنظيف والقرطاسية. أقيم في مدينة القلعة بالجبل الغربي المعرض الأول في العام للرسامين الشباب تحت إشراف الفنان العالمي يوسف الحداد وبتنظيم ورعاية منظمة تاويزا للتراث الثقافي والتنمية البشرية.
وافتتح المعرض بحضور عدة شخصيات مهتمة بالفن والرسم وأعضاء من المجلس البلدي القلعة وعدد من قبل أهل المنطقة. وكانت المشاركة بأكثر من 100 لوحة فنية وعدد كبير من الصور الفوتوغرافية، حيث استمر المعرض 3 أيام. في ختامها تم تكريم المشاركين بشهادة تقدير وتكريم الفنان الدولي يوسف الحداد على مجهوداته في إنجاح هذا المعرض. احنا اول ما تنادينا لفكره معرض الاول الفن التشكيليه كانت فيه صفحه اسمها ايد الفن. من صفحه ايد الفن انطلقت فكره المعرض اللي هو كان المحراب الفن التشكيلي الرئيسي، انطلق منها المعرض العام للفن التشكيليه الاول لفنانين ومواهب جبل نافوسة تحت شعار ليبيا الفن التشكيلي الليبي بين الهويه والاغتراب. أجرت قناة ليبيا الحدث استطلاع آراء في الشارع في بنغازي عن الذكرى وما حققته عملية الكرامة في مدينة بنغازي، فلنتابع. في مدينة بنغازي من بعد الكرامة يعني استقرت والحمد لله، وقعدنا من أفضل للأفضل، وهذا بفضل شبابها وبفضل شباب المنطقة الشرقية من بعد الله يعني سبحانه وتعالى، وفضل جيشنا يعني شوف كيف كنا وكيف أصبحنا يعني الحمد لله الوضع استقر ولا قوة إلا بالله، وما زالت بنغازي تقدم وبنغازي حية وعمرها ما تموت. وتغيرت بشكل كبير بكر يعني في جهود مبذوله و يعني بنغازي الافضل وان شاء الله حتكون الافضل والافضل. بالنسبه للكرامه ويعني بيت الكرامه اللي انتوا كونتنا جيش وحمايه وخلت يعني بنغازي بالذات المنطقه الشرقيه كامله لعند زي ما يقول وادي الحمر توا جيش وشرطه ويد واحده يعني كلها قعدت مستوى واحد، امن امان مرتبه ينزلا حياه طبيعيه روتين هادي. والله هو اكيد الحال كل يوم افضل من اليوم اللي قبله، لان واضح انتشار الدوريات الامنيه، عدم وجود اغتيالات، تنظيم في مصارف جماعه البحر جماعه النجده ينظموا في البلاد يعني الحمد لله الوضع كل يوم احسن من اليوم اللي قبله، ونشوفوا في تقدمات حتى الشعب متقبل الموضوع يعني ما فيش مشاكل لا بين الشعب لا بين الشرطه لا بين اي جهه امنيه اخرى، والحمد لله نحن كنا نبوا الامن والامان والحمد لله رب العالمين وصلنا المرحله هذه. بنغازي كنا قبل عمليه الكرامه كانت لا شيء، كان لا في امان لا في امن ولا امان، وكانت عمليه الاغتيال ولا في حد يلبس شرطه لا جيش لا شيء، لكن الان الحمد لله رب العالمين بعد عمليه الكرامه تم في امن وامان والجيش مسيطر على مدينه بنغازي بالكامل. والان نلقي نظره على الاقتصاد.